سيرفايكال اورثوزيس. اول نوع منها اسمه سوفت سيرفايكال اورث كولر، سوفت سيرفايكال كولر زي كده، ده سوفت سيرفايكال كولر. ايه بقى الانديكيشن بتاعته او الادفانتجز بتاعته؟ اول حاجه بروفايد ورمز، ده انا ممكن اديه عشان بس كنوع من الايه، بيديني سوبرفيشال هيتنج للتيشو اللي تحتيه، وممكن ده بس اللي اكون محتاجه في بعض الحالات او جزء من الريهابيتيشن بروجرام بتاعي. بروفايد ورمز بيدفي المنطقه اللي تحتيه. ممكن سايكولوجيكال ري اشورنس، في ساعات ممكن اديه بس علشان اعمل ري اشورنس للعيان، يعني ممكن العيان ما يبقاش محتاجه يعني اكشوالي، بس انا بديهوله عشان يقدر بس ايه يمارس حياته بشكل طبيعي، انما هو خايف مثلا يحرك رقبته، فانا بقول له حط الكولر ده عشان بس يحس ان في حاجه، فان ده كسيكولوجيكال ري اشورنس. ممكن كاينيسيكتيك ريمايندر تو ليميت سيرفايكال رينج اوف موشن، ممكن العكس اديه عشان العيان ياخد باله انه ما يحركش رقبته بشكل كبير، هي سندقه بس برضه منع حركته من اكستريم اوف موفمنت. يبقى انا بديه هنا بلف المنطقه اللي تحتيه من الرقبه، بديله ري اشورنس ان انت رقبتك مسنوده ما تخافش، وبمنعه انه يحرك رقبته بشكل اوفر بتاعت فليكشن واكستنشن اكتر، يعني طبعا ممكن يلف رقبته وزن ليميت طبعا، لكن ما يقدرش كالكوليشن يعني، لكن ما يقدرش يعمل فليكشن او اكستنشن بشكل كبير، فهنا انا بقلل له الايه الموشن. هو سوفت مش هيمنعه 100% من الحركه، عشان كده بنقول كاينيسيكتيك ريمايندر بيفكره خد بالك انت حاطط كولر، يبقى ما تتنيش رقبتك قوي، هو لو تنها عافيه هتتني معاه لان ده سوفت مش حاجه ميتال يعني، لكنها بتفكره ان انت ما تقاومش الايه الكولر وما تتنيش رقبتك بالعافيه. ايه بقى مشاكل الاخ ده؟ cannot provide structural support، لو انا عندي هنا فراكشر ملوش اي لازمه، لو عندي مال الاينمنت ولا ليه اي لازمه، لان هو مش هارد ما بيقدرش يشيل وزن، ولا حتى وزن الراس، حتى وزن الهيد ما يقدرش يشيلها. indications treatment of mild muscular spasm associated with arthritic changes، عندي osteoarthritis في السيرفايكال سباين، عندي اي مشكله فعامله لي muscular spasm، ممكن اديه عشان اعالج المايلد تو مودريت او مايلد ماسكولار اسباس. تريتمنت اوف مايلد سوفت تيشو انجريز، سوفت تيشو مش حاجه في البون، لان هو ما يقدرش يبروفايد ستراكشرال سبورت. ده اول نوع اللي هو اسمه السوفت سيرفايكال كولابس. برضه ايه ايرلي مانجمنت اوف ويبلاش انجري، يعني مش انديكيشن قوي قوي يعني. نيجي للهارد كولرز انديكيشنز العكس بقى، بري هوسبيتال تروما اموبيلايز، دي بتقفل له الرقبه خالص. زي ايه مثلا مهم قوي في دي؟ عيان عنده فراكشر سيرفايكال 4 5 مثلا ولا 3 4 ولا اي حاجه من دول، ممكن الفراكشر في الاول يكون مش عامل حاجه كبيره في الكورد او مش لامس الكورد خالص، ممكن انا لو عملت رونج مانيبيوليشن للعيان ده ادخله هو في كوادريبليجيا، يبقى هو ما دخلش من الحادثه نفسها لكن دخل من لما انا عملت له الرونج مانيبيوليشن. فمهم جدا ان انا اعمل له قبل ما ادخله اوضه العمليات واعمل له ستابيليزيشن للفراكشر ان انا اثبت له رقبته بحاجه. طبعا دي ابسط حاجه، دي انا ممكن اجيب له خشبه او بتاع والزقها له مثلا في رقبته وفي دماغه عشان اثبت له رقبته بشكل ما يتحركش. وده الصح لو انا لقيت حد في حادثه مثلا او واقع مثلا من موتوسيكل من عربيه ورقبته فيها شكتني فيها كسر، او سواء رقبته او حتى ايمن لو في السباين من تحت، يعني لو في اللمبر سباين او حتى بره في البريفري، الصح ان انا اثبت له الجزء اللي انا شاكك فيه انه ده فيه فراكشن. اثبته ازاي؟ باني ابسط حاجه بان اجيب خشبه او حديده واحطها مثلا على رقبته مثلا والزقها حتى بسيرتيب او بلاستر في صدره وفي دماغه من فوق، يبقى كده ثبت الرقبه ما بتتحركش خالص. فدي فكره الهارد سيرفاك كولر، ان اول حاجه بري هوسبيتال تروما اموبيلايزيشن. نمرة اثنين for long term patient management in an ambulatory setting، عيان عنده مشكلة كوادري باريس، عنده مشكلة كبيرة، عنده فراكشر في السباين، فانا هديها له كلونج تيرم مانجمنت.
mid cervical bony or ligamentous injury. عندي مشكلة بني أو ligamentous injury كبيرة في الـ cervical spine. بوست اوبرتيف قلنا فات البري اوبرتيف تروما اموبل. هنا بقى بوست اوبرتيف ستابلايزيشن او بوست هالو ريموفال. لو انا هنركب الهالو هنشوف بعد شويه لو مركب الهالو كولر او هالو رسوزس حبيت اشيله احط الهارد كيرباك كولر لفتره بعدين او بوست اوبرتيف. كونتر اندكيشنز انت لو عنده سباينال انستابيليتي. يعني ايه سباينال انستابيليتي؟ عنده مشكله في الايه؟ في السباينال كورد. انا في سباينال سوري في السباين يعني. لو في انستابيليتي هنا لا انا مش هينفع معايا الهارد لان انا هنا محتاج ان انا يعني ايه اتدخل سيرجيكال او اتدخل بشكل اخر يعني. ادفانتجز هنا كوست افكتيف طبعا جدا. ايزلي ابلايد ودونت هاف انكريزد ريسك اسوشيتد وذ يوز اوف هالو. هو طبعا الهالو اصعب بكتير من القصه دي. الهالو ده بيثبت الدنيا خالص. ده كولر بيليمت الموفمنت لكن ما مش بيوقفها 100%. ده فرق عن الهالو هنشوف بعد شويه. عشان كده قلنا السبايدر انستابيليتي مش هيكفي فيه ان انا ادي هارد كولر. محتاج هنا حاجه تقفل لي الموفمنت خالص. ده شكل الارتيريس ادفانتجز. بريشر التر فورميشن طبعا ان هو بيبقى هارد ممكن يعمل لي بريشر التر. مارجنال مانديبولار نيرف بولسي هو بيبقى ضاغط على المانديبول قوي فممكن يعمل لي مانديبولار نيرف بولسي. ديسفيجيا طبعا عيان ايه اثناء الاكل مين اللي بيتحرك الابر جو ولا اللور؟ الماكسيلا ولا المانديبول؟ اللي بيتحرك المانديبول. انا دماغي ما بتتحركش مع الحرب مع الاكل. الهيد كلها فيها الماكسيلا كلهم ثابتين. اللي بيتحرك اثناء الاكل هو مين؟ هو المانديبول. فده بيثبت لي المانديبول ساعتك يعني. فبيعمل لي ايه بقى مشكلته؟ انه كده انا عملي ديسفيجيا خلاني مش عارف اكل. انا عشان اكل وانا لابس السيرفيكال كولر لازم ارفع دماغي كلها مع كل حركه للجو. تشينج ان انتراكرينيال بريشر ممكن يعمل ضغط على الانتراكرينيال على الكاروتيد ارتريز ويعمل لي مشكله في الانتراكرينيال بريشر. لو هو الضغط قليل ممكن يقلل البنستين ويزود او ما يقدرش يزود يعني ينقص الارتيريال فلو فيزود لي الضغط او العكس ممكن يقفل خالص على الكاروتيد ارتريز فيعمل لي اسكيميا في البرين لو طبعا لو قافل خالص يعني. ريدكشن اوف تايدال فوليوم اند تترا باريسس اللي هي ايه؟ اللي هي زي كوادر باريسس يعني تترا باريس الاربعه يبقوا فيهم مشكله لان هو ممكن يقلل لي الفوليوم بتاع السباينال كانال. اكزامبلز عندنا فيلادلفيا سيرفيكال كولر وعندنا المينيرفا والنيو بورت والاسبن كولر. ده مش مينيرفا ميامي انا قلت مينيرفا لا انا قلتها غلط. فيلادلفيا وفي ميامي جي وفي نيو بورت وفي اسبن. نيجي بقى فيلادلفيا ده واحد من مين؟ من الهارد كولرز. ده شكل فيلادلفيا كولر. طبعا هو مصنوع من ماده زي البلاستيك كده بس هو هارد غير الايه؟ الست اللي شفناه ده كان حاجه زي الفوم كده لكن ده هارد. ده اسمه فيلادلفيا سيرفيكال كولر. نوع من الهارد كولرز. It may be used for long term patient management until it extends from the mandible to the sternum. وهنا من قدام مكمل لغايه الاسترنال. لو خدنا بالنا هو هنا طويل خالص واخد من المانديبول لغايه الاسترنال من قدام. And posteriorly extend from the occiput to the upper thoracic spine. واخد من اول الاوكسبت من ورا اهو شايفين السهم بتاعي فين؟ لغايه الايه؟ الابر ثراسيك سباين. ده اسمه فيلادلفيا سيرفيكال كولر. ميامي واسبن ونيو بورد. Each of these color has anterior opening to accommodate a cricothyrotomy or tracheostomy. هنا انا في فتحه هنا بس هنا ايه يعني صغيره. كلهم طبعا بيفهموا الفيلادلفيا فيهم القصه دي ان انا بخليه بحط له فتحه من قدام عشان لو اذا وصل ايه ادخل له تراكيوستومي تيوب او حاجه زي كده. لو خدنا بالنا هم كلهم تقريبا شكل واحد باختلاف بس اطول ده شويه ده اعرض شويه لكن كلهم نفس التصميم الاساسي. فكره السيرفيكال كولر ان هو من قدام بيكستند لغايه الاسترنم من ورا لغايه الابر ثوركس ومن فوق من ورا لغايه الاوكسبت ومن قدام من هنا لغايه المانديبول. عشان كده بيعمل مشاكل مع الايتنج مع السوالوينج
لانه بيقفل خالص الدنيا معايا.